بنرحب الآن بوجود زميل العزيز كريم سعيد محلل رقمي للحديث عن أرقام مباراة اليوم. منورنا يا كريم. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير لكل كباتننا الكبار. طبعا اكيد كلنا اتفرجنا على الماتش، بس اكيد لغه الارقام بتدينا صوره افضل صحيح، وبتدينا امر واقعي، ودايما نقول ان المعلومه بتجوب وجهه النظر. صحيح. لو ممكن نروح لارقام المباراه عشان عندنا رقم مهم قوي هنبدا بيه بصراحه تحليلنا الرقمي. هو اول رقم على الشاشه هو الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعه، والاهداف المتوقعه حاليا هو واحد من اهم الارقام في التحليل، بتعرفنا قد مين الفريق اللي كان عنده مساحه اقرب لاحراز الاهداف. لما نبص على الرقمين اللي عندنا على الشاشه هنلاقي ان الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي في المباراه بشكل كامل كان 2.1 او 2.1 بالنسبه ليانج افريكان صاحب الارض وجمهوره كل شيء 0.5. عايزين نقف عند الرقم ده يا كابتن ايمن عشان ياكد التحليل اللي كباتننا الكبار قدموه من شويه وكلام حضرتك في حته النادي الاهلي في الشوط الثاني عمل فجوه في الاداء. ربما الشوط الاول كان في البدايه كانت لسه في فرصه لفرقه يانج افريكانز، بعد كان النادي الاهلي عمل فرصتين شحات. مرورا بالشوط الاول ما كان الامور كانت قريبه شويه، الشوط الثاني كان في فجوه واضحه خلت الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي بنهايه ال 90 دقيقه يصل الى رقم 2، وده رقم كبير جدا 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 في مسائل الارقام وتحليل المباريات. الشوط الثاني كان فيه طفره جدا في الجزء ده. اه طبعا ال 2 دي اتحققت فيه بسبب الشوط الثاني. مظبوط. النادي الاهلي في الشوط الثاني عنده كم هائل من الفرص وكان هو الفريق الاقرب الى الانتصار. طيب نروح للعبه الاستحواذ، وحتى نفتكر يا كابتن ايمن وانا وانت بنتكلم قبل المباراه اتكلمنا ان يانج افريكانز لما لاعب شاب الوزداد في الجزائر كان الاستحواذ 55 ل 45 ليانج افريكانز. اصلا احنا بنلاعب فريق هدفه ومديره الفني الارجنتيني بيهدف الى الاستحواذ. النادي الاهلي في اغلب اوقات المباراه منع يانج افريكانز من استحواذ على وسط الملعب، وخصوصا بعد تغييره قفشه وامام عاشور. تغييره قفشه مع بدايه الشوط الثاني قلنا بصراحه بعتبرها انتصار، فكره ان احنا نغير بعض من مبادئ مارسيل كولر انه يغير 46 يغير ده في حد ذاته مكسب بعيدا عن مكسب اي في اي مباراه نفسها. لكن نزول قفشه في وجهه نظري عمل حاله مختلفه في نص الملعب، قدر انه يعمل لينك ما بين خط الوسط وخط الهجوم، وقدر يخلي النادي الاهلي يفضل محافظ على الاستحواذ. الاستحواذ ده اترجم على المحاولات على المرمى. لما نشوف محاولات على المرمى في المباراه بنشوف النادي الاهلي له 10 محاولات على المرمى في حين يانج افريكانز له 7 محاولات. ال10 محاولات دول قدرنا نوصل بيهم بثلاث محاولات على الثلاث خشبات في حين يانج افريكانز عنده محاولتين فقط. وطبعا بقيه الارقام اعتقد النادي الاهلي معظم الارقام تصب في صالحه، فقط هقف عند رقم وحيد وهو رقم الضربات الركنيه. ده اللي بس عايز اتكلم فيه في نهايه فقرتي. النادي الاهلي النهارده عنده 9 ضربات ركنيه. ممكن نجيب الصورة التانية اللي هي فلاش باك قريب من مباراة سموحة. عندنا في المباراة دي 15 ضربة ركنية. طيب نعمل فلاش كمان باك لمباراة الجونة، هنلاقي عندنا 12 ضربة ركنية. 12 و15 ادي 27 ونحط عليهم 6، يعني عندنا 36 ضربة ركنية. النهارده 9. نعم 9. 9. 9 وعندنا 27 وعندنا 36 ضربة ركنية في 3 مباريات. أشوف إن إحنا استفدنا منهم أعتقد نسبة لا تتعدى. لازم استغلال الكرات الثابتة. طبعا. يعني نقطة مهمة قوي عايزين أعتقد إن شاء الله بإذن الله الفريق يقدر يحسنها الفترة الجاية. يشتغل عليها. ده إحنا بص كابتن أيمن مهمة الأرقام إنها تعرفك أنت واقف فين. صح. وايه اللي انت محتاج تحسنه او اللي انت واقف عنده وتضيف عليه وتطوره. انا بشوف الضربات الركنيه واحده من النقط اللي الاهلي بيحصل عليها كتير. ليه؟ مزبوط. انك بتهاجم كتير وبتقدر تجبر المنافس قدامك يخرج الكره في عند خط مرمى، فبالتالي بتسنح ليك ضربات ركنيه كتير قوي. بصراحه ما ينفعش نقعد في 3 مباريات 36 ضربه ركنيه ما يتمش ترجمه ولا واحده منهم لهدف. ده رقم سلبي احنا محتاجين نعالجه ونحطه مع الاداء الاكثر من ممتاز اللي النادي الاهلي قدمه في الشوط الثاني. تخيل ان احنا مثلا من ضربه ركنيه، انا بتكلم حضرتك على ماتش شاب الوزداد ويانج افريكانز. شاب الوزداد فك الدنيا امتى؟ في الدقيقه 9 بايه؟ بركله ركنيه. مظبوط. جاب الهدف الثاني في الدقيقه 45 من الشوط الاول، وجاب الهدف الثاني في الدقيقه 90. مظبوط. وبقيت المباراه كلها مع يانج افريكانز. النادي الاهلي لو احنا بنقول على كلام نفس الشاكله
جبت انت هدف من ضربه ركنيه في بدايه المباراه او حتى في بدايه الشوط الثاني، انت بتجبر المنافس انه يلعب اكتر ضربه ثابته يا فندم، او ضربه ثابته، او ضربه ثابته. بس الفكره يا كابتن شريف ان احنا عندنا رقم كبير، صح؟ يعني رقم الضربات الركنيه 1000000% هيطلع اكتر من رقم الفاولات اللي بتاخدها على 18 اكيد الركنيات اكتر، فبالتالي هي حاجه مساعده ليك تقدر تستغلها، وخصوصا كمان انت معاك لعيبه طوال القامه ومعاك هدافين، ياسر ابراهيم هداف من ضربات ركنيه في ضربات راسيه، رامي ربيع، اليو ديانج، طاهر محمد طاهر حتى لما نزل صراحه عمل اداء اكثر من رائع. ممكن تستغل هذا الامر، بس اهم حاجه ان احنا يتم تحليل الارقام بتاعتنا، وان شاء الله باذن الله باذن الله مع مباراه شباب الوزداد نحقق الانتصار ونحسم تاهلنا باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا جزيلا كريم، شرفتنا، والقادم باذن الله افضل نادي الاهلي ان شاء الله.